من منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية والحياتية وتطبيق القواعد الأساسية للعملية التعليمية، أقام المعهد الديني المشترك مبادرة التنمية المستدامة بمشاركة جميع التخصصات العلمية. هذه الفعالية تكلم اليوم إن شاء الله عن التنمية المستدامة، وهذه التنمية حقيقة اللي احنا نطمح من خلالها إلى الكويت جديدة. من ضمن هذه التنمية المستدامة هي غرس القيم الفاضلة ومحافظة على البيئة، وحقيقة اليوم نتشرف حقيقة بمشاركة كذلك يعني كثير من المؤسسات المجتمع المحلي، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له تكون معنا مؤسسات المجتمع المحلي في شراكة مجتمعية. المبادرة تهدف لتحقيق القيم والمبادئ التربوية والدينية السليمة والإسهام في تحقيق دور التكامل الاجتماعي. يقدم المعهد الديني بنات بجابر الأحمد مبادرة في التنمية المستدامة، والتي تنطوي على احترام كل الموارد البشرية وغير البشرية والموارد الطبيعية بما يكفل أن نعيش جودة الحياة على أرض الواقع. وطبعا بدأنا بهذه المبادرة حيث تم تطبيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. التنمية المستدامة من المفاهيم التي أحدثت ثورة فكرية في العالم، وهذه المبادرة تقوم بتطبيق أبعاد عديدة للوصول للغاية السامية في الوصول للتعليم التفاعلي بين المتعلم ومصادر التعلم المختلفة. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.